عليكم شباب. دقيقة نسيت المي، خلي اجيب مي. الماي لازم. السلام عليكم شباب، فقط ياكم اي كي اي سكوربيون. ومن موجود الماي يعني شنو؟ يعني عندنا اسئله واجوبه. اعطيني انترو. البارحه بالانستغرام قلت راح اسوي فيديو اسئله واجوبه، فدزوا لي مسجاتكم، دزوا لي اسئلتكم وراح اسوي عليها فيديو. فهسه عاد راح اروح على الانستغرام على مود اختار الاسئله. طبعا اسئله ما شايفها ولا محضره ولا ادري، راح اطب قبض على المسج واختار سؤال سؤال بالسرعه. خلينا نبدي. حلو، ندى يخبث وياي اسوي ملاعيب. اوكي sorry something went wrong please try again. يلا عم نعزل، سد الفيديو، ماكو اسئله جوا. شنو السالفه؟ اوكي طبعا راح احاول اطب بهاي الاسئله اسرع ما يمكن حتى اجاوب اكثر قدر ممكن من الاسئله. اوكي خصوصا الاسئله اللي انا حاكي بها هواي قبل. فاول سؤال يقول صحيح مده التمرين المفروض ما تتعدى 45 دقيقه؟ لا مو صحيح، هاي انه فكره لازم 45 دقيقة إذا وراها راح يديس على هرمون كورتيزول وبالتالي يصير عندك هدم عضلي. هاي ماكو حكي، كل ما تمرينك يكون قوي تهتم بغذائك أكثر، تهتم بنومك أكثر وما عليك شيء. نروح للسؤال الثاني. السلام عليكم، شلون أخويا؟ بس بدي أسألك عن حزام وقت التمرين، شنو فائدته وصحيح يحميك من خطر الإصابة؟ وليش يحميك؟ وهل إذا أخذت ديد ليفت بوزن عالي ولابس حزام معناها راح يحميني من الإصابة؟ وشكرا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا موضوع الحزام راح أسوي عليه فيديو إن شاء الله بالمستقبل، لكن لليوم مفيد؟ طبعا مفيد، يحميك من الإصابة؟ لا ما يحميك من الإصابة. فكرة الحزام إحنا ما أخذها غلط، فكرة إنه أنا ألزم حزام على مود ألبس حزام على مود يلزم ظهري، إيش راح يلزم؟ راح يلزم الفقرة فقرتين ثلاثة. هاي مو الفكرة إنه أنت يلزم فقرات، الفكرة بالحزام بأنه راح يزيد الإنترا أبدومينال بريشر مالتك، هو الضغط اللي يصير داخل البطن اللي تسوي عضلات الكور مالتك، انه من تشتغل جسمك او يتعامل جسمك ويا وزن او يكون منحني زين، الجسم يسوي هذا الضغط هذا اللي هو عضلات البطن العميقه حتى يقوي نفسه زين. فانت من تلبس حزام بس مجرد تخلي انبوت على مود هالعضله تشتغل بشكل احسن، لكن هل ضروري انه انت دائما تستعمله؟ لا. فان شاء الله راح اسوي عليه فيديو مخصص وراح تفهم اكثر. روح يقول لك سمعت لازم واحد ورا ما يخلص تمرين لازم يخلص عضلات اللي يتمرنها، ضروري هالشيء لو لا؟ البوزنج وانت تقلص عضلاتك ضروري طبعا، سواء كان بنص التمرين يعني مثلا انه اخلص يد ثاني، شايفين هواي اخليها حتى بالتمارين مال الفيديوهات اللي اخليها، من اخلص تمرين اخذ بوز احصل عضل نبات بالبيت، نبات من اخلص تمرين ليش عم بزيد الارتباط العصبي العضلي اللي حكينا به؟ حتى انه اول شغله تطور عضلاتك بشكل احسن، تعرف شلون تقلص عضلاتك احسن، تعرف شلون تضرب البوز مالتك بشكل احسن، يعني له هوايه فوائد. دا احس عبالك دا اركض بالاسئله، مو مشكله. المهم هلا فقط اني اتمرن ديدني وديد ليفت مرتين بالاسبوع، كل اسبوعين تقريبا اكسر وزن جديد الحمد لله. سؤالي عادي استمر لو كل فتره لازم اقلل وزن واشتغل دفعات عالي لو اقع على وزن عالي ودفعات قليله 4 في 4؟ يعني انت قلت لازم تنطي راحه
جهازك على صف كل فترة. أول شغلة عاشت إيدك إنه أنت تكسر وزن داخل. بالنسبة للديدليفت والسكوات بشكل عام، أنت بشكل عام ما يصير تظل على لود عالي، ما يصير دائما إنه تظل عن يومي كل خلينا نقول كل أسبوع أكسر وزن وكل أسبوع نكسر وزن، لأنه الجسم ما راح يستمر. الجسم هسه تبلي إنه بالبداية بعدك تقدر تكسر وزن، لكن من تصعد الأوزان عالية شوية تتقدم بالوقت راح تشوف إنه صعبة تكون الموضوع، يبدي جسمك يتعب، فتحتاج تنطيله فترة راحة اللي هو نسميه الديلود ويك، أو حسب ممكن يكون ويك، ممكن يكون 10 أيام، ممكن يكون 5 أيام براحتك أنت. فحتى لا تنخبص بالموضوع، شوف جسمك شلون حالياً، تشوف جسمك إنه أوكي مرتاح ومنشن شو طبيعي، تقدر تستمر. تشوف جسمك إنه يبدي يعطيك علامات تعبان، ما بيك حيل، مدى ترتاح زين، مدى تيجي القاعة قبل ثلاثة تمرينات، معناته إنه جسمك ده يتعب أنت شوية راح. اوكي نروح على السؤال اللي ورا. اريد اسالك، شكل جسمي مو عاجبني ابد، يشبه المثلث المقلوب، اريد ان اسمي المنطقه السفليه المؤخره والارداف، لا تقدر تقول لي التمارين اللي اشتغل عليها وبرنامج امشي عليه ارجوك جاوب. شوفي المثلث المقلوب قصده بانه رجل يعني الجسم الاسفل مالته يكون ضعيف نوعا ما مقارنه بالجسم الاعلى مالته زين. اللي تقدر نسويه احنا ما نقول نسمن الجسم الاسفل، لكن خلينا نقول انه نبني نساوي حتى تكون اكو موازنه بالموضوع، حتى تكون اكو تناسق. فاللي تسويه بس مجرد انه تمارين الجسم كليته، مثل ما انا دائما اقول ما يصير تتمرنين بس تمارين المناطق معينه، هذا غلط يقعون بالبنات هواي. فتمرن الجسم كله وركزي على الجسم الاسفل حتى تساويه ويا الجسم الاعلى. اما تمارين الجسم الاسفل موجوده هواي بقناتي، موجوده تمارين اسفل بالبيت بالقاعه، شوفي انت وين تتمرنين. فعلا ان شاء الله بعد احسن فيديوهات. روح على السؤال الورا، سكوربيون شلون قوي الارتباط العصبي العضلي بعضلة الصدر. ما قلت ارتباط العصبي العضلي صحيح، ارتباط العصبي العضلي. شلون قوي الارتباط العصبي العضلي بعضلة الصدر؟ اللي تقدر انه تقوي كل عضلات الجسم، اللي هذا انه راح اسوي سلسلة يعني اول مرة شرحته قلنا شنو هو الارتباط العصبي العضلي، وراها راح ابدي عاد انه شلون تقدر تزيد هذا الارتباط، لان مثل ما قلنا الارتباط العصبي العضلي هو المهم هو الاساسي. فواحد من الشغلات اللي تقدر تسويها انه تفوز دائما تعصر عضله الصدر قد ما عندك، تبطئ الحركه على مده تحس بالعضله وتحس بتقلصها، تقدر تقلل الوزن على مده انه من نوبات الوزن يخليك انه تفكر بس تدفع، لا قلل الوزن على مده تقدر، يعني هواي شغلات تسويها. فانتظر ترى ان شاء الله الفيديو مال شلون تزيد الارتباط العصبي العضلي. ماي لازم ابي فقره تحياتي لك يا ورده. سؤالي هو اقدر اسوي كورس خمس ايام تبدي من يوم السبت والاستراحه تكون ثلاثه والجمعه، وكل عضله لها خمس تمارين مع الرجل 10 تمارين موزعه على الكورس، لان الرجل تعبانه والترتيب يكون كالاتي: صدر، اكتاف، ظهر، ذراع، رجل. ألو بيك. أول شغلة تقدر تسوي، طبعا أكيد تقدر، ماكو فد قانون معين يقول لك لازم هيك أو لازم هيك، لا طبعا أكيد تقدر. أما بالنسبة للخمس تمارين هم يكون فد شيء لطيف، الرجل شوي 10 تمارين هواي. ذكر إذا ما شايف فيديو مال تمارين الرجل، فيديو أنا منزل إنه تمارين الرجل مالتي، حاكي بيها قال بأنه الفكرة مو بكثرة التمارين، الفكرة انه مو ازيد التمارين، الفكرة بجودة التمارين. هي مو اني اخذ 10 تمارين، ممكن اخذ تمرينين لكن ادائهم يكون افضل من الشخص اللي دا ياخذ 10 تمارين، فهمت شلون؟ فاهتم بنوعية وجودة التمرين اكثر من كثرة وعدد التمارين. فهذا اللي تقدر تسويه، انه ممكن حتى تخليها 5 أو 6 تمارين لكن بس مجرد اهتم بيها. ممكن تقلل فترة الراحة، ممكن تخلي سوبرات، ممكن تبطئ الحركة وتأثر قد ما عندك، يعني بشكل عام اهتم بالتمرين مالتك الأداء. معناتنا نقدر ناخذ نفس التمرين اللي هو سكوات أو غير شيء، لكن ممكن ياخذه شخص إنه سريع وما مركز بالحركة وما يعرف شلون ياخذه، بينما شخص ممكن يكون إنه بطيء وده يركز وده يقلص وده يقصر التمرين نفسه، لكن جودة التمرين شلون أنت تأخذ التمرين، شلون أنت تأدي التمرين، هذا هو اللي ينطي الفارق الأكبر. فلا تركز هواية على العدد مال التمارين، ركز على جودة التمارين.
تعب. يقول صديقي يريد يسألك سؤال، يقول شنو رأيك بالكالستنكس ويا هي الأحسن، هي لو كمال أجسام الناس وصديق ميدو وبطولات وسوالف، بس يريد جسم قوي يتحمل وصحي وأعصاب حديد. شوف أول شغلة طبعا بالنسبة لما يعرفون كالستنكس، كالستنكس اللي هدول الجماعة الستريت وركاوت اللي شايفينهم مثلا يأخذ عقلة أو تيبس بوزن جسمه، يعني معروفة الكالستنكس. ياهو الأحسن هي لو كمال أجسام، ماكو أحسن لأنه هاي رياضة وهاي رياضة. حال إنه أقول لك مثلاً ياهو الأحسن كرة السلة لو كرة القدم، ماكو فد شيء أحسن من شيء، هاي رياضة وهاي رياضة. فشوفوا أنت شنو اللي يقدر يسوي، شنو هو اللي يحبه يسوي، أو بالنهاية تقدر تسوي شغلتين، تقدر تمرن كمال أجسام وتقدر تمرن كالستنكس. أنا واحد من الناس اللي تعرفوني إنه دائماً أحب اجرب كل شيء، ما اضل بس عن انه كمال اجسام. اوكي انا دائما الشيء الاساسي هو انه انا كمال اجسام، انا العب كمال اجسام راح اضل بهذا الشيء لحد ما اموت، لكن مو معناته انه انا ما اجرب شغلات الاخرى. انا جربت قوه بدنيه، جربت رفع الاثقال، جربت سوالف كروسفيت، جربت شو اسمه جمناستيك، من جمناستيك سوالف مارشال ارتس، يعني قتال، هوايه شغلات. فانا احب انه النظري انه الشخص الرياضي الاثليت اللي هو شغلات، هو شخص اللي يجرب كل الشغلات. اوكي فيقدر يسوي شغلتين. شنو بعد؟ شلونك حبيبي فقط، جسم ايش قد يحتاج باليوم سعرات حراريه؟ هذه تكون حسب انت جسمك ومعلوماتك وعمرك وطولك ووزنك. فاني مخلي فيديو اسمه شلون تحسب غذائك، شوفه، منطيك رابط بيه تخلي بيه معلوماتك ويقول لك ايش قد سعراتك الحراريه. هل تمارين كثيرة تؤذي العضلة؟ أوفر ترينينج ممكن تشرح عليها مرات نخلص من منحس أكو وجاب العضلة عادي. أوكي أول شغلة أوفر ترينينج ما له علاقة بوجاب العضلة. بالنسبة لأوفر ترينينج اللي هو إنه شخص يتمرن أكثر من اللازم وبالتالي يسوي هدم، أسوي موضوع على سالفة الهدم خصوصاً واحد من عندهم هو الأوفر ترينينج. الأوفر ترينينج هو الناس راح تبدأ تسوي أوفر ترينينج وهو عباله إنه هو أوفر ترينينج هنا وهو ده يطخه هو أصلاً ما وصله. ونحن دا يتمرن الأوفر ترينينج بعد حتى عبارة من الشاشة. فالأوفر ترينينج ما يجي بسهولة. أوكي أكو فد شي فخلينا نقول فد مبدأ أنه أنت مدى تصير عندك أوفر ترينينج وأنه مدى يصير عندك أندر إيدينج وأندر ريستينج، يعني أنه أنت مو دا تتمرن بشكل قوي كلش وأنه أنت غذائك ونومك ضعيف. فهم شون؟ كل ما تهتم بقوة تمرينك يعني أقدر أقوي تمريني حال سوي مال أخبار، بس بنفس الوقت غذائي ونومي يكون يعادل هذا الموضوع، مو أني أزيد التمرين مالتي ونومي بعد نفسه وغذائي بعد نفسه. طبعاً هيج حالة راح يصير أكو فرق لأنه فجوة دصل الموضوع، دا صعد التمرين حال والغذاء والنوم نفسه، بينما لو صعد التمرين وصعد يوم النوم غذاء ما عليه شيء بعد. أما بالنسبة لسالفة إنه أنت من تخلص نوبات تمرين ما تحس وجع بالعضلة، فمو شرط مو شرط دائما لازم تحس انه انت متشنج، لازم تحس بالعضلة كلش متأذية، يعني معناتها تمرن، اذا ما حسيت بيها ما تمرن، ماكو حاجة. نروح للتمرين، تمرين ورا شنو نحتاج لها مية. نعم شلونك، صار تقريبا 4 شهور تارك بسبب ظروف دراسة وامتحانات واريد ارجع التمرين، ارجع بنفس الاوزان نفس التمارين لو شلون؟ عندي فيديو اسمه التمرين بعد فترة انقطاع تيجي موجود بالقناة تشوفه. فقدت أسئلة وجبة فدوى عن جتني إصابة بالساعد الرسوخ صار أسبوعين متت، الدكتور قال لي خلق لازم تترك لي حد ما تصير زين، شلون أحافظ على لياقتي بهاي الفترة؟ بالنسبة للإصابة أنا عندي فيديو اسمه التمرين رغم الإصابة، شارع بي قال بي إنه نوبات معظم الشغلات اللي نقول عليها إصابة هي بالحقيقة مو إصابة. إذا أنت متأكد من الموضوع فبس مجرد أنت عندك نقول بالرسخ، فتقدر هواي شغلات خصوصاً إذا تريد لياقة، فتقدر تتمرن كارديو، إنه تقدر تبقى تستعمل رجلك، تقدر تبقى تتمرن رجل، تقدر تبقى تتمرن شغلات سحب اللي هي ما دامك أنت مثلاً ظهر مدى تخلي ضغط على الرسخ مالتك. وأنا يعني بالنسبة لي إنه أبقى أتمرن، لكن الشغلات اللي تأذيني راح أتجنبها. ممكن يجوز مثلاً اهتم شوية بصحة المصل مالتي، ممكن يجوز ما راح ادفع وزن قوي، ممكن انتبه على ايدي ما مكسورة من ادفع وانما عدلة، يعني كل هاي سوالف تقدر تسويها. الدكاترة انا يعني ما امن بيهم، لكن تبقى الموضوع لك اذا تشوف انه صدق مدخله وصدق تمزق وما اعرف شنو اصابك، فتقدر تسوي هواي شغلات بين ما
تعالج الموضوع. تقدر تتمرن يوغا، تقدر تهتم بصحة مفاصلك، تقدر تهتم بمرونتك بلياقتك وشغلات التمرين مو بس عضلات، لا تفكر عليها في هذا الموضوع. ان شاء الله يا رب سلامات. اوكي نروح للسؤال اللي وراه. هلا سكوربيون، سؤال: اذا واحد يلتزم بالرياضة والاكل يعني ما يضبطه، والاكل يعني ما يضبطه مثلا مو الاكل صحي بس ياكل الاكل اللي يكفي يومه عادي، يعني عضلات المريج على فكرة زيادة وزن وتنعيف وشكرا. شوف يعني بالنسبة للواحد طبعا خصوصا البنات يقولوا لي على هذا الموضوع بانهم يصير اتمرن لكن الاكل ما اهتم به والاكل ما التزم به. الاكل احنا دائما نشخص، انا ليش ما احب اقول اكل صحي؟ لانه الاكل الصحي قبل ما نقول لك اكل صحي راح تفكر لازم بيض سلق، صدر دجاج مسلوق، والعشاء زلابه. هاي الدايت الاحاقيه اللي انا كلش اكرهها، اللي هي ما تجيب اي نتيجه تضرك وما تنفعك. فذاك انا ما احب اقول اكل صحي، وانما احب اقول اكل طبيعي. شنو اللي يقصد بالاكل الطبيعي؟ الاكل الطبيعي اللي وجعنا من مصادر طبيعيه. يعني سمنا انا اقول لك مثلا التزم دايت والتزم نظام غذائي، قد احاول احلى لغه الدنيا من اقول لك التزم بنظام غذائي، هي مو انه تلتزمين بصدر دجاج مسلوق وبتيت اسلق وبيض سلق وما اعرف شنو، مو هاي. وانما الاكل الدايت، الاكل الصحي بالمناسبه، كلمه دايت معناتها نظام غذائي، فمو شرط انه انت جيتي ضعفين لو تسمنين لو ما اعرف شنو. فالدايت مالتك او الغذاء مالتك لازم يكون كل ما طبيعي كل ما يكون افضل. يعني شنو؟ يعني اكيد راح نبتعد عن الوجبات السريعه، راح نبتعد او نقلل من الوجبات السريعه والمشروبات الغازيه، الحلويات، المعلبات، هاي السوالف اللي هي ما جايه من مصادر طبيعيه، فهمتي شنو؟ بينما اقدر اركز على مثلا الدجاج، السمك، اللحم، زين التمن او الرز، زين البوتيتا، السوالف اللي هي مصادر طبيعيه، الخضروات، الفواكه، هاي السوالف يعني شغلات طبيعيه، فهي نفس اللي احنا ناكلها واللي نفس اللي ياكلوها فينا. تقدرين انه تسوين انه تتمرنين بدون ما تلتزمين باكل صحيح، تقدرين راح تبنين عضلات، تقدرين تبني عضلات. لكن وين شخص ما هو متمرن وملتزم بنظام غذائي ويا التمرين، وين شخص عارف هذا الموضوع ومكذب بس بالتمرين، اكيد النتائج ما راح تشوفيها مثل ما راح تشوف انه تشوفيها من تلتزمين بنظام غذائي. فتذكري هي ثلاث شغلات عندك: عندك تمرين، عندك نوم او راحه، وعندك الغذاء. ثلاث اعمدة، اذا شفتي واحد من الاذن اوكي مو كان عمودين بس راح يختل الموضوع، فاهمين شلون؟ ف تمرني زين، انت نوم اصلا تنامين، فحرام وقت على هالشغله الوحده، اخذيها بالتدريجي بشكل تدريجي، مو شرط تظلين قبل احسب سعرات وما اعرف شنو، لا تقدرين شوي شوي بس مجرد تنظمين اكلك، تحولين على سوالف طبيعيه اكثر وهكذا. السلام عليكم، شلون فرقت سؤالي هو بخصوص المكمل الغذائي، هم لازم اكو نقاط محدده امشي عليها حتى اخذ المكمل اللي يناسبني من غير النسب الغذائيه اللي بيه، يعني بالاشياء الثانيه؟ وهل ممكن اخذ النسب على حسب طبيعه جسمي لو ما له علاقه؟ واني عمري مقبل على 17 واريد اوصي احد يجيب من خارج، فاني خايف اجيبه مجرد عن النسب الغذائيه وتروح تفوتني اشياء ثانيه ويضمني باعتبار انا اول مره استعمله واشوفها. اوكي بالنسبه للمكمل الغذائي انا دائما اقول انه هي نسب غذائيه تحاول تعدلها ولا لا، لكن هو سؤال انه عدا هاي النسب اكو شغلات اخرى ممكن اني انه لازم افكر بها واشوفها. شغلات اللي هي مثلا شوف اذا في مثلا كولسترول مالتج، كولسترول مالتج قد حسبه ويا الكولسترول اللي تدخله، شوف مثلا الصوديوم مالته، السكريات اللي موجوده به، اكو قسم مثلا يخلي لك كرياتين همينه به، بجوز انت مثلا تاخذ كرياتين داخل. يعني بس سوالف عدا هذا ما عليك فد شيء انه ها اخاف انه مثلا ما اعرف هو راح يضربني، ما كنت حاجي. انا فقط سؤالي هو انا عمري 36 وصار لي 9 اشهر اتمنى لكن اشوف نتائج قليله، شنو نصيحتك لي وشنو اللي يخليني اتطور اكثر؟ هواي شغلات انا ذاكرها بالنسبه لاسباب ليش ما تشوف تطور بجسمك تقدر تبتعدها، ممكن يكون تمرينك مو كلش قوي، ممكن يكون غذائك ونومك مو كلش صحيح، وبالنهاية انه انت ما صار لك 9 اشهر، ف يعني الفرق ما اعرف انه لازم اشوف اول مرة انت شلون شكلك كان من بديت وشلون شكلك من هسه انت موجود، بجوز بالنسبة لك انت كنت متوقع اكثر وبالحقيقة هذا الشيء اللي وصلت له انت هو شيء ضمن الطبيعي، فما اقدر اجاوبك عليه سؤال، لكن انت شوف جسمك قارن الصورتين
زين، وبنفس الوقت قلت لك اهتم بتمرينك، اهتم بغذائك وبنومك، شو شيء ان شاء الله، وان شاء الله همينة بعد راح اسوي فيديوهات على هذا الموضوع. انا عمري 16 اقدر اشارك البطولة مع الناشئين وبطولة مع الاعمار جوا 18، لولا انا بديت بالشهر الثالث بالقاعة وهسه بديت نظام غذائي، اقدر اصعد خلال 3 شهور على مدى اقدر اشارك بطولة، وهذا جسمي، هذا صور جسمي قبل شهرين، وكفرت البايوسبس والبنجات ونزل من الدهون كيلوين، مساعد هم اذا صورت التزكي. شوف يعني طبعا ما راح اخلي صور مالتك، بس من الصور مالتك بعدك ضعيف، ما عندك اي بنية عضلية، كلش تحتاج تضخم. هذا الموضوع انا اريد اتطرق له، اخذت هذا السؤال على مود لانه العالم كلش مستعجلة، قبل بعدين سووا من 8 3 اشهر، وريت 8 3 اشهر لخا ويطب بطولة، بعدك وين وين على البطولة؟ لا تفكر بالبطولة، البطولة مو يعني طيب انت وقت جسمك، انت وقت حتى توصل للمرحلة تقدر تطبي بطولة يحتاج لك وقت طويل، يحتاج لك ضخم هواية، انت بعدك عمرك ايش قد 16 17 سنة، زين بعد هواية قدامك لما تفكر بطولة، فاهتم المرة هسه بصحتك، تمرن ابني عضلاتك، ضخم بشكل عام، بعدين تحتاج تنشف، يلا عد طب بطولة، مع انه انت هسه تمرن 3 اشهر و3 اشهر الاخرى طب بطولة اكيد لا ما راح يصحك، لانه ما راح تجيب فتشي ولا جسمك راح يتطور ب 3 اشهر، خصوصا انت عمرك 16 سنة قدر تبني. السلام عليكم، فوز كوفين، سؤال صغير، هل استخدام الكيراتين لفترة طويلة يأثر على الجسم ولا لا ما يأثر؟ السلام عليكم، شباب كوربين، انا صار لي 3 اشهر اتمنى بس ما صعدت اللياقه، مع العلم انه التضخيم مو تنشيف، شلون صعد اللياقه؟ شكرا. اللياقه هي تجيك من الكارديو، تجيك من التمارين كارديو، مو انت تضخم، فاتصور انه انت ما تتمرن اي كارديو بالموضوع و يعني تزيد وزنك، فاكيد انه اللياقه ما تقعد عنك، ف شويه تدخل كارديو بالموضوع حتى تزيد لياقتك. مرحبا سكوربين، ممكن تمارين اللي تطول الرقبه وتظهر عضلاتها؟ اول شغله ما تمارين تطول الرقبه، لكن بالنسبه انه تظهر عضلاتها فهواي اكو تمارين للرقبه خصوصا منها المثلثات، اكو تمارين انه مثلا ترفعين الركبه صفح قدام تقوين عضلات، لكن انه تظهرين عضلات الرقبه كلش يعني شنو قصدك بيها؟ السلام عليكم، فقط شلونك؟ فقط انا تاخذ سكوات قبل وكنت اطبق الفيديو اللي انت شارك طريقه سكوات صحيحه، تركت لان عندي امتحانات وهسه رجعت، بس من داخل سكوات يصير عندي الم بالمفصل مال ركبي مو طبيعي، ممكن اعرف السبب وشنو علاجه؟ مع العلم سكوات اخذته حتى بدون وزن ورجعت لي. اول شغله عليكم السلام ورحمه الله، ان شاء الله يا ربي سلامات. طبعا مامون من الاشخاص اللي يسالوني دائما موجودين بالقناه مال اليوتيوب. بالنسبة لسؤالك، صراحة من أي شخص يسألني على وجع بمفصل معين أكو هواية مليار سبب ممكن يأثر بالموضوع، لكن اللي تقدر تسوي إنه بما أنه أنت تارك بعدك راجع، اهتم بغذائك خصوصا الدهون مالتك على مدى المفاصل، واهتم بصحة مفاصلك خصوصا الورك مالتك، إذا مفصل الورك مالتك مدى يشتغل عدل، أو إذا الكاحل مالتك مدى يشتغل عدل، هذا الامتيانات اللي يأثران على الركبة، الركبة نوعا ما مفصل خلنا نعتبره شوية غبي واقع بين مفاصل أهم أكثر من اللي هي الكاحل جوا والورك فوقه، فهذين المفصلين يعني بيهم فد خلل راح يأثر على الركبة، فيعني اهتم بغذائك، اهتم بصحة مفاصلك واحمي زين وعلى كيفك شوية شوية. شلون كانت حبيبي؟ ان شاء الله تطرح لنا باكر بالحلقة على اليوتيوب موضوع الحجامة، يفيد لعبكم على سامسونج ولا علاقة؟ لا يفيد. بالنسبة للحجامة، الناس اللي يعرفون الحجامة يعرفون، الناس اللي ما يعرفون اللي هي يطلعون دم من الظهر على المود، الدم الفاسد على المود يفيدهم، فشي قديم من زمن الرسول حتى، يفيد طبعا اكيد يفيد، ومو بس الحجامة، ثاني دائما اسوي علاج فيزيائي اللي هو سكرايبينج، اذا شايفين الناس اللي يسووه هواية، تريجر بوينت ثيرابي هم اسوي. لا أحد يسألني شنو هن، لأنه ما متحمل، ما بقدر أعلم وأتحمل مسؤولية إنه لازم تعرف كل شيء حتى تسويهن، فأكيد طبعًا يفيدهم كلش وأنصح فيهم. هذا هو سؤالي لنفسك أو تخليه بالفيديو. هذا سكوربيون، أكو موضوع ما حد مطرق له قليل، هو اللي أجسامهم طويلة، شلون راح تصير طريقة تمرينهم وشنو النصائح لزيادة الكتلة العضلية وطريقة التغذية والأهم رينج أوف موشن وهالسوالف، إذا عجبتكم الفكرة موضوع يا ريت تسوي لنا حلقة عليها. اوكي، بالنسبة للأشخاص الأطوال يعني تسوي طريق لنا.
اشخاص الاطوال بالنسبه لطريقه تمرينه وما اعرف شنو هو كليته نفسه ما راح يفرق اذا كان شخص قصير عن شخص طويل، لكن اللي راح يصير شنو بانه شخص طويل نوعا ما راح يطول لانه عضلاته اطول، فلما تمني راح يحتاج وقت اكثر خصوصا رينج اوف موشن. يعني رينج اوف موشن بالبنش بريس شطوله زين، اتذكر كان عندي ولد صاحبي قصير كلش زين، من كنا نتمرن سوا يعني هو ياخذ دفعتين بالبنش بريس وانا بعدني بدفعه واحده، فاكيد طبعا راح يعاني من هذا الموضوع. لكن شخص طويل بعدين من يملي جسمه زين راح يصير طارق عنه. فمن ناحية غذاء من ناحية تمرين كليته يبقى نفسه، بس مجرد انه يحتاج ينطي وقت. توقع شغلات بسيطة انه مثلا بالسكوات شنو الشغلات بالحركة مالته بالديد ليفت مثلا يا نوع ياخذ السومو لو الكونفنشن يعني هيك سوالف. مرحبا سكوربين، شو تنصح بخصوص النظام الغذائي النباتي الفيجن او الفيجيتاريان؟ هل هي مفيدة كلاعب كمان انسان؟ شكرا. بالنسبه للنبات النظام النباتي الفيجن هل انصح به؟ هل هو مفيد كلاعب كمال اجسام؟ هو مو سافت انه مفيد. شوف الفيجنز كل واحد له نظرته عن الموضوع، وعندي اصدقاء هواي فيجن بالمناسبه، يعني راح اسوي ان شاء الله حلقات للناس الفيجن وراح استضيف ناس بالموضوع انا بدي اشرحهم اكثر لان انا مو فيجن. هل هو يفيد لاعب كمال اجسام؟ ما راح اقول لك هو يفيد له لا، لكن خلينا نقول هل راح يمنع او انه يحد من بناء عضلاتك؟ لا ما راح يحد. اكو ناس انه انا اعرفهم فيجن يتمرنون وانهم باقين عندهم عضلات و يعني they're strong اقوياء عندهم عضلات. هل هو شيء انا ممكن اتبعه؟ لا، وهذا مجرد راي شخصي. يعني فمثل ما قلت لك انه مو سالفة مفيد له لا، لكن هل تقدر تكون فيجن تتمرن؟ اكيد طبعا تقدر. انا كابتن فيديو خصفة مهرك مهرك شو بعد بجي مراها يعني حرمتني من البلتات المرات كانت سوى لابساتين في الرجل ما حد يطلع عنده بس عن جزء وقبل بعض البنات لابسات ما هم خصفة اشبقتها لعب رياضة شهرين بس طبعا مو متواصلة يوم مريضة خمسة عادة شهرية وقعد يوم مالي خلق يوم دراسة ما شفت نتيجة. اوكي بالنسبه للخسفة اللي معقلة البنات من اني سويت الفيديو هي مو بس تتمرنين هالتمارين هاي، بس انت اول شغله متمرنه 5 اشهر لا لعبت رياضه شهرين زين ومو متواصله يوم مريضه وخمس ايام قاعده ويوم مالك خلق ويوم دراسه ايش طلعت؟ طبعا لو مو خسفة لو ما ادري شنو ما راح تشوفين فرق. ليش؟ لانه انت اصلا ما ملتزمه. ثاني شغله مال تتمرنين خسفة وسكوات وبس ما راح تشوفين فرق. افتهمي بانه من انا انزل تمارين للخسفة هي مو هاي التمارين اللي راح تخفيها، هاي التمارين قصدي راح تركز على هالمنطقة، بس تحتاجين انت تتمرنين حالك حال اي شخص تتمرنين سواء كنت بقاعة او بيت تمرنين جسمك كلية تحاولين تبنين عضلاتك قد ما تقدرين وبنفس الوقت تضيفين تمارين الخسفة حتى شوي تصعدين. يعني انا دائما قايلها مال انه تتمرنين المنطقة واحدة ما راح تشوفين فرق، لازم الجسم كليته تبني بشكل عام عضلات اكثر وتضيفين او تركزين على هالمنطقه، فلذلك طبعا انت ما تشوف النتيجه. اما انه حاليا مال تشبعين بكي من وراها وتضايق اشحال باللبس وتباوعين وهاي، لا تظنين تباوعين على المودلز والبنات الموجودات على الانترنت وتخليها تخرب واحسج وتخرب صوره نفسك عن جسمك. حبي جسمك مثل ما هو، واذا وركج ما صاير هيجي صاير هيجي شنو المشكله؟ والله صراحه يعني انا كولد ما اشوف فيها فدعيت، ومو انه في اليوم دبا على ابني واقول هاي ابني حلو بعدين ابغى اشوف اذا خسفه واقول ايه لا ما اقرا الموضوع. اوكي احلى من شخص خلينا نقول اوكي انه الغرق يكون عريض او خلينا نقول ماكو خسفه بين الجسم أنثوي أكثر أو أكون ناس خلينا نقول إنه تحب أكثر، لكن مو معناتها إنه أنت لا عندك خسفة إنه هذا الشيء قبيح لا هذا الشيء يأثر عليك، فالبسي براحتك لا تظنين تحسبين هذا الموضوع. أكيد لا تبكين، ما يحتاج الموضوع ما يستاهل، كليتنا بينا عيوب كليتنا بينا شغلات إحنا نريد نحسن من عندها. الفكرة وال خلينا نقول الأهم من هذا الموضوع هو إنه إحنا دائماً نذكر نفسنا بأنه هيجي أشياء مو مهمة كلش، هيجي أشياء مو هي التركيز الأول.
حبينا نسج مثل ما عندي وعرفنا من 7 مليارات اكو شخص واحد بس اللي هو عندي. فسوات شتي عندي شخص ثلاث ما عندي شخص ثلاث تركزين على الموضوع. بعد كافي صارت صار الفيديو طويل والأسئلة ما تخلص. اكو وايد الأسئلة مكررة اذا بس ترجعون اذا عندك سؤال قبل لا تسألوني بس ارجعوا للفيديوهات شوفوا القناة تحت تلقون عن معظم هاي الأسئلة اني مجاوبها وحاجي بها هواية. يعني هذا هو نهاية الفيديو. لا تنسون تشربوا من المي نهاية الفيديو. واللي يقول لي ما احب المي اموته. يعني شنو ما تحب المي؟ يقول لي طعمه ما حلو. زين هو مي ما بيطعم بس من مشكلة. العموم هذا اللي هو كان عندي بهذا الفيديو. جاوبت على اسئلتكم. الناس اللي مجاوبتهم ان شاء الله على الفيديوهات الجاية. شنو بعد؟ ها هي سوي لايك سبسكرايب كومنت شير ونشوفكم وين بالفيديو جاي عمي.